ايه المانجايه اللي انت لابسها في رجلك؟ يا المانجا طلعت؟ دي السوز. سوز جايبها مع الزكاتة. واللي مني مش فاهمني ويا حاج يا حتة مني قفلت البلد من عطفك يا حرمني ومطول في العينات وصعفولو صعفولو 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 خلاص صعفولو انت اللي سقف صعفولو صعفولو عايز ابوك صعفولو جاتك البلا ازيك يا حاج اهلا اخبارك ايه يا حاج اعمل ايه يا حاج الا صحيح انت حجيت ولا لسه يا حاج اربع مرات يا حيوان مقبوله منك انا عايز افهم بقى جرجرتوني ليه على ملا وشي وسيبتوني محل الكوافير بتاعي وسيبتوني الزباين وحشتك قوي كده يا حاج ده انت بقالك ثلاث سنين ما شفتنيش يا حاج شوف اسلوبك عامل ازاي مال وعسل ما انت حلاق اسمعها مزين يا حاج لا مش مزين اقول لك على حاجه قول ايوه اسمها مزين اللي بيحلق للناس تحت الكوبري عارفه انت بقى مزين من النوع ده من النوع اللي تحت الكوبري يا مزين اه يا مزين يا مزين اه يا مزين مزين قول لهم سقفولو 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 ماشي مقبوله منك يا حاج الله صحيح كان في حاجه معايا ونسيتها اه الزبون خش يا زبون تعال تعال يا حلو يا حلو يا مصر جميل حي الناس مش بيسقفوا لك اقعد يا عسل انت يا جميل اقعد رمه رمامه جايب الزبون معايا يكمل له حلاقه لغايه كده لا يا حاج انا عمري ما زعل الزبون ولازم ارفع شعار المحل وشعار المحل موجود في اعلان المحل اللي انا مغنيه بنفسي والاعلان بيقول شرفنا تجد ما يسرك امشي تجد ما يضرك شرفنا تجد ما يسرك امشي تجد ما يضرك ندل ندالة طالع لأمه حاجة تقرف مقبولة منك يا حاج ما اضطرتقش ودنك معانا ده كلام عائلي لو اني قفاك لا بس انت غالي عندك ده مش مقامك ده مقامك أمر يا حاج اسمع يالا زفت اللي اسمك رسمي سمع يا عسل يا سكر يا حاج انا بعتلك النهاردة عشان اقولك شروطي عشان تورسني وايه شروطك بسرعة اقولها قبل ما تطلع فوق بالسلامة يا حاج بالسلامة يا كيوت سلامة يا كيوت ما انت بلطجي وزلنطاحي وطالع لامك مش هتعرف تفهمني ليه يا حاج بس عايز اعرف يعني ما اضطرتقش ودنك معانا ده كلام عائلي ناولني قفاك قول يا حاج انا ايه اللي انا عملته يعني اسمع يالا سامع انت طول عمرك بتظلم الناس وبتتجن عليهم وانا عمري ما هنسالك ابدا الراجل اللي انت حبسته شهر ظلم ورا بعض انا كنت بتخاص منه يا حاج احكي لك وتحكم انا كنت قاعد في عيد ميلاد واحد صاحبي على القهوه وقاعدين بغني له احنا واصحابه يقول نكت وفجاه الاخ ده راح طالع كده زي الجليل اللي مالوش صاحب وقال لي انت صوتك وحش قوي يا فخم ونكتك مش عجباني احرجني يا حاج احرجني قدام كبارات القهوه محمود كركديه السيد عناب ابراهيم قراصيه دول بتقابلهم في رمضان اكيد صح ومحمد صوبيا صوبيا كان قاعد معانا احرجني يا حاج قمت ماسكه ضربه وعجنه ورحت القسم اتبليت عليه ان هو اللي ضربني كده بقى رجوله يا حاج قدام صحابي بقى انا صوتي وحش ده انا كروان ده انا بلبل حتى اسمع كده